موجة غبار قوية وواسعة متوقع أن تؤثر على مناطق واسعة من السعودية خلال منتصف الأسبوع. التفاصيل نستعرضها بعد الفاصل في النشرة الأسبوعية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب. خلال الأسبوع الحالي أهم ميزة ستميز المملكة العربية السعودية هي مراقبة واندفاع لموجة غبار واسعة وقوية خلال منتصف الأسبوع، تحديدا اعتبارا من يوم الاثنين. تشتد خلال يومي الاثنين والثلاثاء وتستمر تأثيراتها في مناطق واسعة خلال ما تبقى من الأسبوع. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تسود أجواء مستقرة بشكل عام لكن حارة، درجات الحرارة أربعينية في مناطق واسعة، تكون هناك فرصة لبعض الأتربة المثارة في المنطقة الشمالية وأيضا أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة العربية السعودية. لكن يوم الأحد يتمركز منخفض جوي فوق شمال العراق بالتزامن مع امتداد لمرتفع جوي من مصر وبلاد الشام، سيعمل على نشوء وهبوب لرياح شمالية غربية قوية تبدأ من البادية السورية والعراقية وتتجه سريعا نحو شمال المملكة العربية السعودية، تكون محملة بكميات كبيرة من الغبار وموجة غبار واسعة يتوقع أن تبدأ تأثيراتها على شمال المملكة وشمال شرق المملكة خلال نهار يوم الاثنين، تمتد سريعا جنوبا باتجاه المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. أيضا هناك فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. تأثيرات هذه الموجة الغبارية تستمر يوم الثلاثاء، أجواء مغبرة في عموم المنطقة الشمالية الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى من المملكة العربية السعودية خلال نهار يوم الثلاثاء، في حين تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الثلاثاء تتراجع حدة هذه الموجة الغبارية لكن تستمر الأجواء مغبرة في مناطق واسعة من شمال وشرق ووسط المملكة بالتزامن مع استمرار أيضا درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية. يوم الخميس تستمر هذه التراجعات في شدة الأحوال الجوية المغبرة لكن تبقى الأجواء مغبرة بشكل متفاوت في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة، تستمر فرص الزخات الرعدية من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية، بينما تستمر الأجواء مستقرة في عموم المنطقة أو فيما تبقى من المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. يوم الجمعة يتراجع أيضا هذا الغبار، تسود أجواء صافية ومستقرة في عموم المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية مع بداية أو مع عودة ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.